السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. إذن تدخل صنعاء يومها الأول بعد أحداث الصراع بين طرفي الانقلاب والتي أدت لمقتل الرئيس المخلوع صالح على يد ميليشيات الحوثي. تشير الروايات الآتية من صنعاء إلى حدوث حملة اختطافات ومداهمات لعناصر أمنية وسياسية في حزب المؤتمر في ظل استحداث لحواجز أمنية لإحكام الميليشيا قبضتها على العاصمة صنعاء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش الوضع الحقوقي والإنساني في صنعاء في محورين: الأول طبيعة وحجم انتهاكات ميليشيا الحوثي الأخيرة في صفوف المؤتمريين والوضع الإنساني لصنعاء، والثاني مستقبل صنعاء إنسانيا وسياسيا بعد أن أضحت محكومة من قبل طرف واحد. بدت صنعاء شبه ساكنة في أول يوم بعد مقتل صالح على يد ميليشيا الحوثي باستثناء غارات شنتها قوات التحالف على القصر الجمهوري، وتحذر منظمات مدنية من خطورة الوضع على المدنيين في ظل حملة الاختطافات التي تقوم بها الميليشيا ضد أفراد حزب المؤتمر. مشاهدينا سنشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. كما جاء في الأسطوانة المشروخة، يوم جديد في صنعاء واليمن بعد مقتل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حيث أحكمت ميليشيا الحوثي قبضتها بعد مواجهات مسلحة استمرت لأيام بين الطرفين في ظل غموض يكتنف مصير قيادات المؤتمر الشعبي العام الموالية لصالح. الروايات الآتية من صنعاء تشير إلى قيام ميليشيا الحوثي بإنشاء حواجز أمنية جديدة وشن حملة مداهمات لمنازل مؤتمريين واختطاف قيادات أخرى في ظل أحاديث عن تصفيات ميدانية لعناصر أمنية موالية لصالح، في الوقت الذي لا يزال فيه مجهولا مصير العاملين في قناة اليمن اليوم الذين تم اختطافهم السبت الماضي، بالإضافة إلى إعلان وكالة أجنبية عن فقدان مراسلها في صنعاء. الأمم المتحدة أكدت سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في الأحداث الأخيرة، بينهم مدنيون، مشيرة إلى وجود عالقين في مناطق الأحداث. وقالت الأمم المتحدة إن المدنيين لم يعودوا قادرين على الانتقال من منازلهم أو تلقي العناية الطبية والحصول على الغذاء والوقود والمياه. ولا يبدو أن الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة من أجل مساعدة المدنيين ستلقى النجاح، فلم يعد في صنعاء سوى طرف واحد، ميليشيا الحوثي، فيما تبدو الصورة غير واضحة للتعامل مع هذه الميليشيا. لكن صنعاء تبدو ساكنة الآن باستثناء أصوات طائرات التحالف التي شنت غاراتها على القصر الجمهوري ودار الرئاسة، لكن هل هو هدوء يسبق العاصفة؟ لا إجابة واضحة، وكل التكهنات محتملة، لكن الأكيد أن الوضع الإنساني بصنعاء في غاية الخطورة وعواقبه أكثر سوءاً على المدنيين. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي عبد الله إسماعيل. سيد عبد الله مساء الخير. مساء النور أخي، مرحبا وتحياتي لك ولمشاهديك. أهلا بك سيد عبد الله. يعني دعنا نبدأ معك من الحدث الأهم الذي حدث يوم أمس، مقتل يعني الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء. يعني كيف يعني لاحظتم كمتابعين تلقي أنصار الرئيس المخلوع لهذا الخبر؟ أنا أعتقد أن الموضوع تجاوز أنصار علي عبد الله صالح أو الرئيس السابق علي عبد الله صالح بهذه العملية الإعدام الواضحة والاستهداف الواضح الذي كانت بشكل مخالف لكل الأخلاقيات، لكل القيم، لكل الأعراف، حتى لكل ما يمكن أن نسميها أخلاق، أدنى مستويات الأخلاق. وبالتالي أنا أعتقد أنها أصابت الجميع بكثير من الألم، من الحزن، من يعني الرعب الذي يمكن أن نقول أنها تمثله هذه الجماعة التي أصبحت الآن واضحة لليمنيين. هي كشفت عن آخر أقنعتها، أصبحت مكشوفة سياسيا ومكشوفة مجتمعيا. هي أعادت تحجيم نفسها بشكل واضح في على المستوى اليمني وعلى حتى على المستوى العربي. الآن نتحدث عن أصوات تنادي بأن تعلن هذه الجماعة جماعة إرهابية، بالتأكيد أيضا على
مستوى أنصار علي عبد الله صالح بالتأكيد كان الخبر مفزعا وله تداعياته، ليست فقط التداعيات الآنية اللحظية التي نشاهدها الآن وهي متابعة من قبل الحوثيين ومداهمات واختطافات واستهداف لقيادات المؤتمر وقيادات أيضا الحلقة الضيقة أيضا من عائلة علي عبد الله صالح أو من رفاقه. اليوم نتحدث عن قتلى، نتحدث عن ملاحقات، نتحدث حتى أنه لتغريدة الآن يتم ملاحقة بعض نشطاء المؤتمر الشعبي العام، إعلامية المؤتمر الشعبي العام، زملائنا في قناة اليمن اليوم، أكثر من 30 شخص معتقلين مهددة بتصفية حياتهم وغيرها من الأمور. أيضا يعني إتباع العملية التي حدثت يوم أمس باحتفال عصر اليوم، بينما يعني ما هو معروف أن صنعاء هناك حاضنة كبيرة للمؤتمر الشعبي العام. يا أخي هذه جماعة هي تمارس الرعب، وهذا الرعب يعني أنت لو شاهدت وشاهد جمهورك الكريم أو المشاهد الكريم الفيديوهات التي نزلت أو بدأت اليوم في التسرب إلى الخارج، كيف تعاملوا مع مثلا بيت علي عبد الله صالح؟ يعني تعاملوا بشكل همجي عجيب. نحن نتحدث عن يعني انزال دبابات الى الازقه في شوارع صنعاء، انزال الاسلحه الثقيله. هذه العصابه هي تمارس الرعب من اول يوم، تفجر المنازل، تفجر منازل المخالفين، تفجر المساجد، تستهدف الناس، تقتلهم على يعني على في وضح النهار. لا ننسى أيضا أن لدينا زميل توفى بالتعذيب، 111 قتيل تحت التعذيب خلال 3 سنوات ونصف. يا أخي أنا أؤكد وأقول يعني أنا طبعا احتفاءهم بالقتل يعني لم يحدث هذا في تاريخ اليمن، حتى كانت تحدث يعني إشكالات كبيرة وتحدث مشاكل من هذا النوع، لم يحدث أن احتفل أحد بقتل أحد في اليمن. هذه بعيدة عن أخلاقنا، بعيدة عن كرم اليمنيين، عن أخلاقهم، عن دينهم. وبالتالي الرعب الذي يمارسه الحوثيون بالتأكيد نحن نقدر، ليس فقط في صنعاء ولكن في مناطق أخرى. ومع هذا ما زالت انتفاضة اليمنيين ضد الجماعة موجودة، الأمم المتحدة تعلن أن المواجهات موجودة ومتسعة وليس فقط في أمانة العاصمة. هنالك الآن حاجة ماسة يعني تماسك أنصار علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام الذي هو كان يتبع علي عبد الله صالح أو الفصيل اللي كان يتبع علي عبد الله صالح. هنالك دعوات الآن لأن يكون ما دام أسباب تشظي المؤتمر الشعبي العام قد زالت وهي التحالف مع الحوثيين وإعلان علي عبد الله صالح التخلي عنهم، يجب أن يكون دور القيادات التاريخية للمؤتمر الشعبي العام في إعادة اللحمة لهذا الحزب المهم والحزب العريق والحزب المنتشر والذي هو موجود على الساحة وله تأثيره. بالتأكيد هنالك لملمة يجب أن تتم، لكن لا نريد أن نلقي أيضا بكثير من التفاؤل على أن يمكن أن يكون هنالك تحرك شعبي ما لم يكن أيضا هنالك إسناد من الشرعية في تحريك الجبهات وفي حسم بعض الجبهات المهمة كتعز ونهم. هذه أعتقد أنها ستعطي ردا حقيقيا وفاعلا وملموسا لموضوع ما تمارسه جماعة الحوثي الآن. نعم، لكن سيد عبد الله فيما يتعلق لو تحدثنا عن دور القبائل، دور قبائل طوق صنعاء والتي كانت تعرف بموالاتها لعلي عبد الله صالح طيلة سنوات حكمه، كيف ترون دورها خلال الأحداث الماضية؟ يا أخي الحديث عن القبائل كقتل متماسكة أو قتل ربما كانت في السابق، يعني عندما كنت تتحدث عن قبيلة يعني تتحدث عن تراتبية مثلا، تتحدث عن تماسك، تتحدث عن وحدة القبيلة، وبالتالي كان يمكن الحديث على أن هنالك قبائل ربما تكون لها تحركات واضحة أو، لكن الآن لا تستطيع على الإطلاق أن تحدد أن هنالك قبائل كاملة الولاء لعلي عبد الله صالح او للحوثيين او لغيرهم من الاحزاب او التنظيمات
أو حتى الاتجاهات. يعني الآن القبيلة، وهذا طبعا للأسف هي من سلبيات علي عبد الله صالح على مدى السنوات الماضية، أنه فكك القبيلة بشراء الولاءات، وربما أيضا موضوع التعليم الذي حدث أيضا الأحداث. لكن سيد عبد الله، يعني هناك في أبناء هذه القبائل وأيضا القيادات المحيطة بصالح والذين يعني كانت هناك مصلحة نفعية خلال 36 سنة فيما بينهم، أين اختفوا اليوم؟ أين تبخروا؟ يعني لا نريد ايضا ان نحمل الامور بهذا الشكل. هل اليس من هذه القبائل هنالك مشايخ مثلا محسوبين على احزاب اخرى لم تتحرك او تحركت؟ انا اريد ان اقول واؤكد بالتاكيد هنالك اشكاليه، هنالك تساؤل كبير حتى من قيادات الحرس الجمهوري. نحن اليوم نسمع ان هنالك قيادات ابت ان تحارب معالي عبد الله صالح، هناك مجموعات من الحرس الجمهوري لم تشارك في معركة الدفاع عن علي عبد الله صالح، هناك تساؤل كبير يجري. لكن ايضا وهنالك ايضا اختفى كثير من القبائل في هذا الاتجاه، لكن ايضا لا ننسى ان الحوثيين خلال الثلاث سنوات الماضية اشتغلوا على موضوع القبيلة، حاولوا ان يشقوا القبائل بموضوع العصف الديني او ما يمكن ان نسميه العصف الطائفي، وهذا امر ليس مخبوءا ولا يمكن اخفاؤه على الاطلاق. اذا نحن امام تشظي، هذا التشظي لا يعني ان ليس هنالك من يريد ان يقاوم، لكن انا في تصوري لا يمكن ان يكون هنالك مقاومه من داخل مغلق في جزر مقاومه ما لم يكن هنالك تحرك وامداد واستيعاب لهذه المقاومات حتى تستطيع ان تثبت وان تتواصل وان تستمر. لا نريد ان يتكرر مشهد ما حدث مثلا في عتمه او لكن سيد عبد الله، سيد عبد الله، فيما يتعلق بقبائل طوق صنعاء، هذه القبائل يعني معروف توجهها، قبائل تابعه لحزب المؤتمر طيله الفتره الماضيه، يعني اذا لم تقاتل مع زعيمها في ما حدث خلال اليومين الماضيين متى ستقاتل؟ يعني انا دائما لا اراهن على هذا الموضوع على القبائل، ولا اراهن حتى على الطوق القبري. انا كما لكن المخلوع صالح كان يراهن ويصرح بهذا الشيء اكثر من مره ان القبيله هي انا تحدثت اكثر من مره، لم يعد هنالك قبيله يمكن ان تسميها قبيله يعني صماء يعني متماسكه. يا اخي هذه القبائل مخترقه من كل الاطراف، يعني حتى لو ادعى الشيخ انه مع علي عبد الله صالح او مع الشرعيه، هنالك اشكالات كبيره، هنالك تعدد للولاءات في داخل القبائل، وبالتالي انا في تصوري انها ايضا لا ننسى امر مهم، علي عبد الله صالح كانت خطيئته انه يعني تصور انه سيلعب مع الحوثيين كما كان يلعب مع غيرهم من الاحزاب ربما او من الحركات في اليمن. هو يبدو انه يعني تغاضى عن كون هذه الجماعه هي جماعه ارهابيه لها مشروعها، وهي تشتغل في تفتيك المجتمع، في شرخ المجتمع في كل المناطق. انت نتذكر هذا يعني ابو علي الحاكم وهو يلتقي بجماعه مجموعه من المشايخ وهم يرددون كالببغاء كل ما يقولونه. نحن امام جماعه استطاعت ايضا خلال ثلاث سنوات ان تشق هذه القبائل وان تشتريها اما بالمال او بالمصلحه أو حتى بالبعد الطائفي والبعد الديني. لا ننسى أيضا أن هذه القبائل دفعت بأبنائها إلى الحدود، أطفال وشباب وشيوخ، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن وحدة لقبيلة، يمكن أن نقول هذه القبيلة منغلقة أو مغلقة على علي عبد الله صالح أو غير علي عبد الله صالح. ما أعني أؤكد ما تذهب إليه أو ما تريد أن تصل إليه، هنالك توقعات كان يتوقعها الكثير من المراقبين لكنها لم تحدث، وانا قلت ذلك. يعني هنالك يعني قبائل او مشايخ تم شراؤها، هنالك مشايخ تم قمعها. سأعود سيد عبد الله استكمل معك من هذه النقطة فيما يتعلق بمسألة القبيلة، ولكن دعنا نشرك معنا في الحديث الكاتبة والباحثة السياسية، ستنضم إلينا من القاهرة السيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيدة ميساء. بداية يعني كيف يمكن تحليل ما حدث بصنعاء؟ هل انتهت مصادر قوة صالح إلى هذا الحد؟ أتصور أيوة خلاص، أعتقد أنه
أدوات الرعب والتنكيل التي يمارسها الحوثي لن تسمح لأحد بالتحرك على الأقل في المرحلة الحالية، إلا إذا حصل تحرك، يعني تحرك ما دفع الناس أو جعل الناس يتشجعوا للتحرك. أما الآن فما أعتقد، أعتقد المعركة تكون انتهت يعني حتى الآن، ولا زال الأمور محتملة أنها تتطور. يعني لا شيء، يعني لا شيء ثابت في اليمن، لكن يبدو أنه الحوثيين الآن هم مسيطرين ويحاولوا يحتكروا تمثيل المنطقة الزيتية، هذا بيتجه في تطييف الصراع باليمن بشكل أكبر من دي قبل. يعني لأن كان علي عبد الله صالح بيعطي الصراع شكل سياسي بشكل ما، يعطي له أيضا كان له نفوذ خارج المنطقة الزيتية، فيعني كان في شيء من البعد السياسي في الصراع ولو كان هش. الآن البعد الطائفي سيكون أقوى إذا لم يحدث تحرك ما من الأطراف الأخرى لتوحيد قدراتها، لتوحيد قيادتها، وهذا يبدو حتى الآن مستبعد. القيادات المعتمد عليها من قبل دول التحالف ضعيفة جدا، التحالف يدير المعركة بشكل بائس، المقاومة واضح أنها مقاومة منقسمة ومتشرذمة، فنحن أمام وضع حاليا قاتم. نعم، لكن سيدة ميساء، داخليا هل ما زال المؤتمر قوة فاعلة في داخل صنعاء؟ أعتقد هم الآن في حالة خوف شديد، لأنه الآن صار يتم التنكيل بهم في حالة إعدام، في حالة اعتقال، وهم عزل. لكن حالة القتل، وأيضا كما ترد الأنباء أن هناك تصفية لمعظم قادة حزب المؤتمر، وأيضا يعني هناك جرحى في المستشفيات من أبناء صالح والمقربين منه، تم يعني أخذهم من المستشفيات وصاروا رهائن لدى الميليشيا. هذه الأحداث هل يعني ستلقي بظلالها على العلاقة ما بين المؤتمر وهذه الميليشيات؟ شوف، المؤتمر هو في الغالب هو شبكة علاقة مصالح مرتبطة بالسلطة ومرتبطة بعلي عبد الله صالح. السلطة انتهت وعلي عبد الله صالح انتهى، فالمؤتمر الآن انتهى عمليا. لا أتوقع أنه سيتم إحياء المؤتمر، والآن الناس اللي هم المؤتمرين مرعوبين، هذا شيء طبيعي من ناحية البشرية الطبيعية. فأتصور أنه حتى لو في شعر، حتى لو في شعور بالغبن، شعور بالظلم، هم سيلتزموا الصمت في النهاية. ليس بإمكانهم فعل شيء لأنه لم تعد هناك قيادة تحركهم، لم يعودوا يمتلكوا، لم يعودوا كتلة متماسكة، لأن القيادات قتلت وشردت. نعم. فبالتالي من الصعب الحديث عن أي تحرك لحزب المؤتمر بمفردة، حتى التحرك الذي حدث، لأنه حدث من قبل المؤتمر بمفردة بدون أي إمداد، بدون أي تنسيق جيد. نعم. سواء مع القبائل، سواء مع التحالف، سواء مع حزب الإصلاح، كل هذا أدى إلى هذه النتيجة، أنهم بمفردهم لم يستطيعوا فعل شيء. فالآن بالك الآن هم الآن من غير قيادة. لكن أنت بتتكلم على تراكم سارعت وأحقاد في المجتمع اليمني، يعني أحقاد تراكمت منذ أول، وغير التراكم الأحقاد والسارات، هنا كان نوع من الانفراد بكل قوة سياسية. في البداية كان الانفراد بحزب الإصلاح، إن حزب الإصلاح دواعش وفاسدين ولابد من الانتقام منهم وقتلهم والتنكيل فيهم. ثم الآن المؤتمر يأخذ الناس فرادة، والقوى السياسية في اليمن تتعامل مع بعضها البعض بتشفي، والقيادات بتتصرف بشكل شخصي يحركها مصالح شخصية ضيقة الأفق وفيها قدر من الانتقام. فهذا اللي خلى الكل يخذل الإصلاح في البداية، والآن الكل يخذل المؤتمر. نعم، إذن تكرمي بالبقاء معي سيدة ميساء. أعود لضيفي الآخر الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الله إسماعيل. سيد عبد الله، كنا نتحدث في مسألة القبيلة اليمنية، يعني هل يمكن للحوثي اليوم فرض سيطرته على هذه القبيلة وعلى قرار هذه القبيلة؟ كيف تنظر إلى الواقع؟ أنا لا أريد يا أخي، أنا لا أريد أن يعني مشوه من تاريخ القبيلة، لكن القضية هنا يعني معقدة كثيرا. هنالك امتلاك للقوة، يعني نحن نتذكر عندما يعني استطاع الحوثي أن يخترق هذه القبيلة وأن يصل إلى صنعاء وأن يسقط العاصمة صنعاء في لحظة،
حسابات القبيلة كانت أيضا ليست حسابات ذاتية، هي حسابات كانت في بعض الأحيان نتيجة لمزاجات سياسية في كثير من الأحيان أو مصلحية. يعني القبيلة لم يعد لديها ذلك التأثير الكبير. يعني إذا اعتمدنا على هذا المفهوم، على مفهوم القبيلة في السابق والآن، إننا سنتعرض وسنكون في منطقة شائكة كثيرا في تفسير ما يحدث. نحن أمام يعني مزاجات مختلفة، نحن أمام توجهات مختلفة، نحن أمام يعني تشظي للقبيلة بحسب التشظي الذي يعيشه اليمن، بحسب التشظي الذي يعيشه الوطن. لا نستطيع أن نقول أن هنالك قبيلة محسوبة كليا على أحد، هنالك الجميع يشتغل على القبيلة، يشتغل على تفتيت القبيلة، على جذب ولاءات القبيلة. الحوثي نجح في ذلك، هو نجح أيضا في إرهاب الناس. نحن ليس فقط في صنعاء هنالك إرهاب للحوثي، لكنه أرهب حتى القبيلة في وهو في الطريق لإسقاط الدولة اليمنية، تفجير المنازل، يعني قتل المشايخ، قتل أبنائهم، التصفيات المباشرة، وأيضا استخدم أيضا سلاح المال وسلاح المصالح. والأخطر من ذلك أنه استخدم العاطفة الدينية الذي استطاع أن يجيرها لمفهوم الطائفي، وهذا أمر لا بد أن ندركه جيدا وبشكل واضح. وهو استخدم أيضا موضوع النسب وموضوع إشكاليات يعني الادعاء الفارغ بموضوع الانتساب للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنالك كثير من المعادلات والأمور التي لا تسمح أن يكون هنالك خط واضح أبيض يمكن أن تحدده في سلوك القبيلة. الآن القبيلة مخترقة بكل ما تعني الكلمة معنى، مشتتة، مشظاة، مصالح وإختراقات سيد عبد الله، اختراقات حزبية وغيرها. نعم سيد عبد الله، دعنا ننتقل إلى السؤال الأخير بسبب ضيق الوقت هنا. يعني ما هي خيارات المؤتمر الشعبي بعد صالح؟ هل الخضوع لميليشيا الحوثي أم التحالف مع الشرعية أم الانكفاء على الذات أم مؤتمر صالح سينقسم بين هذا وذاك؟ يعني ما هو المتوقع؟ يعني نحن لا نستطيع أن نقرأ الأحداث بشكل كبير للمستقبل، لكن ما هو المفترض أن يحدث، أو إلى حد ما ماذا نرى الآن أنه يمكن ويجب أن يكون. أنا ذكرت في البداية أن سبب تشظي المؤتمر الشعبي العام كان بسبب تحالف المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق مع الحوثيين. هل سيلتقط المؤتمريون جميعا؟ أنا لا أقصد الداخل فقط، ولكن أقصد الداخل والخارج. قوة المؤتمر الشعبي العام في أن يعود لحمة واحدة ومؤتمر واحد وحزب واحد عريق، نستطيع هذه القيادات التاريخية أن تلتقي، أن تتواصل، أن تحدد خطوط عريضة لمسارها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الحزب. لأنه إذا تم التأخر في اتخاذ خطوات حقيقية فإنه سيخترق من ناحية من الحوثيين، سيتم وربما، وهذا تخوف كبير، أن يتم تعيين قيادات موارية للحوثيين تتحدث باسم المؤتمر العام، وربما تصل إلى درجة أنها تعمل حكومة شراكة مع الحوثيين، وهذا خطير جدا ويمكن أن يحدث في أي لحظة. هنالك نداء مهم كل القيادات التاريخية للمؤتمر الشعبي العام بشقيها، يجب أن تلتقط هذه اللحظة التاريخية، هذا الخطر التاريخي، وأن تتحمل مسؤولياتها في أن تعود إلى صف الوطن وأن تكون في صف الوطن. نعم وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي عبد الله إسماعيل، كنت معنا من القاهرة. أعود لي ضيفتي ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء، يعني لو تابعت الأحداث يوم أمس، هناك استخدام للدبابات والأسلحة الثقيلة والصواريخ في شوارع العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي، بينما لم نجد أي موقف حقوقي أو دولي حيال استخدام هذه الأسلحة في مدينة تكتظ بالمدنيين. هذا لسه مبكر الحديث عنه، لكن سنرى المرحلة المقبلة ماذا سيحدث فيها. هل ستبدأ هناك تكون أصوات ترتفع فيما حدث من انتهاكات، تفجير منازل، اقتحام مناطق سكنية بالدبابات والأسلحة الثقيلة، اعتقالات عشوائية، إعدامات خارج القانون؟ سنرى إذا كان سيخوش تقرير حقوقي بهذا الشكل.
أعتقد أنه لكن في مناطق أخرى سيدة ميساء إذا ما استخدمت أسلحة ثقيلة نلاحظ الأصوات تتعالى قبل مرور أقل من 24 ساعة على هذا الحدث، بينما هنا لا يوجد أي صوت حتى اللحظة. أنا لم أسمع صوت، هذا صحيح، لكن لا أعرف هل كان في السابق هذا الذي يحدث. يعني أنا دائما أشوف التقارير الحقوقية تأخذ وقتها. كان في مناشدات من الأمم المتحدة لكنها كانت مناشدات إنسانية، لم أسمع عن يعني عن أي حديث حقوقي يعني حتى الآن. وحتى الأمم المتحدة يعني بشكل مترهل يعني تكلمت عن هدنة إنسانية بعد ما انتهت المواجهات أصلا يعني. فيبدو واضح أنه المسألة يعني تتكلم على مؤسسات دولية صارت ديمقراطية ومترحلة وفاسدة. فالمسألة يعني مش ممكن التعويل عليها كثيرا يعني. نعم. إذن سيدة ميساء هنا سؤال أخير، ما هي السيناريوهات ويعني طبيعة هذه السيناريوهات في المستقبل؟ والله أنا حتى الآن أرى المسألة صعبة إذا إحنا استمرينا في إدارة المعركة ضد الحوثي بالشكل الحالي بهذا الشرذمة، بهذا الضعف في القيادات، بهذا التخاذل. أتصور أنه الحوثي هكذا سوف يستمر فترة طويلة، وهذا سيناريو مفزع، لأن الحوثي من مصلحة استمرار الحرب، من مصلحة استمرار عزل اليمن عن العالم، من مصلحة سياسة التجويع، استمرار سياسة التجويع على اليمنيين. فبالتالي الحوثي سوف يحكم بالحديد والنار، وهذا شيء مفزع لأنه هذا سيدمر كثير في المجتمع اليمني. وهذا ستكون كلفة باهظة في المستقبل، حتى لو فكروا الناس يتحركوا أو حصل أي تحرك عسكري ده سيكون نتائج ما فعله الحوثي بهذا المجتمع وبهذا البلد هيكون كبيرة وخيمة علينا كلنا. لكن أتصور أنه محتاجين لمراجعة ما حدث، مراجعة استراتيجيات، نعم، ترتيب أوراق الناس بشكل مختلف. في فرصة الآن، في قاعدة شعبية لعلي عبد الله صالح. نعم. هذه القاعدة الشعبية ممكن كسبها لصالح الطرف الآخر، يعني ليس بالضرورة الحكومة الشرعية حتى، يعني ممكن الحكومة الشرعية لو تغيرت أوجهها الرئيسية ممكن تجميل صورتها بحيث أنها يعني يكون في أداء أكثر فاعلية لها، محتاجة هذه الحكومة لتغيير الشخصيات الفاعلة فيها. محتاجين لأشياء كثيرة بالتأكيد، محتاجين لمعرفة يكون مثلا مثل عقد عمل ما بين الحكومة والتحالف، ما هو المطلوب من التحالف، ما هو المطلوب من الحكومة. نعم. لأنه هذا الوضع اللي حاصل غير عادي، يعني حكومة صارت منشغلة باللصوصية والفساد، والتحالف صار يضرب بعشوائية ومن غير أي هدف سياسي وعسكري واضح. فمثلا المعركة لابد أن يتغير إذا أردنا أن نكون نقلل من كلفة ما يحدث في اليمن. يكفي لليمن ما حدث لها، يعني حتى الآن 3 سنين من التجويع مسألة مش سهلة لليمنيين الموجودين على الأرض. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر في ختام هذه الحلقة سيدة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية، وأشكر أيضا ضيفي الآخر كان معنا من القاهرة سيد عبد الله إسماعيل كاتب وباحث سياسي. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في حفظ الله.